الرحمن الرحيم. يعني عندي أنا حسب التجربة بتاعتي في زيارة الهند للعلاج لابني، فقابلت أخونا صديق دكتور صديق الجروب بتاع كيوين انترناشونال، وحبيت إنه أشارك في القناة بتاعته وأقدم نصيحة للناس اللي بيجوا الهند. أنا حسن النور عطية من السودان، وجيت هنا للعلاج مع ولدي. فأنا كنت متوقع في الزيارة بتاعت الهند إنه الواحد يعني القروش اللي بتجي تدفع طوال للمستشفى وبتلقى سكن داخل المستشفى، لكن لقيت إنه يعني بيتم استقبالك من المطار وبتجي أنت بتحدد السكن. السكن تقريبا يتراوح ما بين من $8 إلى $100 أو أكثر، حسب استطاعتك وحسب المكان المناسب معك. والمستشفيات يعني حتى ما ضروري تلتزم بالمستشفى اللي قدمت لك الدعوة أو جاوا لك منها الدعوة، يعني ممكن تختار عدة مستشفيات. وما شاء الله يعني أخونا صديق، أنا جيت لمستشفى لقيت يمكن خفض لي الفحوصات والكشف والصور بتاعت الرنين المغناطيسي وكذا أكثر من 70% تخفيض وصل. ده فرق ما بين مستشفى لمستشفى، عشان كده أهم حاجة الزول يختار المترجم المناسب، وبفضل إنه الناس يختاروا أبناء البلد يعني. وحسب تجربتي مع دكتور صديق، والله بنصح أي زول يعني بيستمع للفيديو ده إنه يمشي ويثق فيه ويتعامل معه بصيغة كاملة، يعني فهو أهلا للصيغة للناس اللي عشان تتعامل معه وتثق فيه، وبيبحث للمريض عن الأفضل دايما، بيبحث تقع في السكن الأفضل، العلاج الأفضل، الأفضل ماديا لحالتك والأفضل من ناحية الجودة، وبيشرح لك شرح كامل يخيرك ما في الجودة، ده ميزته كده ده ميزته كده، وبيديك حرية الاختيار، ما بيخفي المعلومة عن المريض، وبقيف مع المريض حتى النهاية، يعني أكتر من باقي المترجمين من الدول الثانية والآخرين. فعشان كده اتمنى اي زول من السودان او بيسمع الفيديو انه يتعامل مع اخونا صديق ده وبصيغه كامله. انا والله ما كنت بعرفه، وتعرفت عليه في الهند هنا، وتعرفت عليه عن طريق السفاره، عندنا اخواننا في السفاره بتاعتنا هناك هم اللي عرفونا عليه وقالوا لي تثق فيه، وفعلا لقيته زول اهلا للثقه واهلا للاعتماد عليه وشركه كيوين. وان شاء الله انا حاجه تاني، واي زول انا من جانبي بعرفه هجيبه عن طريقه، وعندهم بيقدموا خدمات في الدراسة وفي التعليم، وشايفوا إنه بيتعب مع الطلاب وبيبذل معاهم مجهود كبير خالص يعني، ومجهود اللي بذله معانا نقول ربنا يجزيه خير عنه يعني. فالناس اللي بتجي يعني في الهند الأمان متوفر، الحياة فيها سهلة، التعامل سلس، فما في مشكلة. الناس بيكونوا متخوفين في البداية قبل ما يجوا، لكن ساعة تجي يعني بتحس بالأريحية بتاعت الناس وبطيبتهم وبطريقة تعاملهم الراغي وأسلوبهم في التعامل الجميل، فما بتواجهك مشاكل، خاصة لو كان المترجم بتاعك بيهتم بيك وبيقف معك وزي دكتور صديق، أخونا دكتور صديق يعني. وجزاكم الله خير. بالنسبة للأكل بنصح الناس يعني اللي ما بيستسيغوا النوم ممكن يجيبوا معاهم أكل من السودان يعني لتقليل التكلفة، لكن الأكل ما غالي يعني في الهند، متوفر في المطاعم العراقية بيقدم وجبات كويسة يعني، وأسعار مناسبة تقريبا قريب لأسعار السودان أو أقل ما أكتر يعني، لكن بس الأكلات السودانية ما بتلقاها يعني، لكن في أكلات الوجبات العراقية متوفرة، ده في نيو دلهي وفي كريغراون. تقريبا الليلة أكلنا فلافل، الليلة أكلنا فلافل اليوم، أكلنا الليلة طعمية بالعربية شباب.